هذا ويستمر الاقبال على الحمله الوطنيه للتطعيم في مملكه البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعه الاولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم امس الأربعاء اكثر من مليون ومائه وتسعه وستين الف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعه الثانيه من التطعيم مليون ومائه وواحد وثلاثين الف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من 383 ألف شخص